بسيون. هم العشر ملاطيش اللي بتدفعهم دول بتسميهم إيجار بردك؟ العقد شريعة المتعاقدين يا بنتي. بس احنا يا حاجة عايزين الشقة لازمانة يعني ولا مؤاخذة؟ واحنا لسه قاعدين ساري. لا لا مؤاخذة يا حاجة، مش فاهمة يعني، قولي كده الكلام بالعربي. اللي سمعتيه وزي ما قلتلك مش هنمشي الشقة، مش هنمشي، وما تزعليش مني بقى. ربنا ما يجيب زعل ابدا، ده احنا جيران وجيران لبعضيها بردك. انا عمري ما ازعل منك يا حاج بسيون، انا بس هزعل عليك. قصدك ايه؟ الله، جرى ايه يا حاجه؟ انت ما درتيش باللي حصل؟ انت عارفه العماره اللي جنبنا اللي في الشارع الطويل ده؟ طلعوا اولاد الحرام على اتنين زغاليل حلوين زيكم كده، خلصوا عليهم وشطبوا على الشقه، والبوليس مش عارف يوصل لحد دلوقتي. الخوف مش هنا، الخوف بقى ان يهفهم الشوق ويجوا يعملوا زياره حلوه كده لشارعنا، ساعتها بقى يجوا يعملوا لكم زياره جميله. انت بتهددينا؟ البلد فيها قانون. حد يقدر يقول غير كده؟ ده فيها قانون
وطابله ورق وسجاط. بس يا حاجه الصراحه يعني الحاجات دي مش هتنفعك في اخرتك. انا من رايي انا زي بنتكم بردك، فكروا كده كويس ودوروا الموضوع في دماغكم. 20,000 جنيه عليهم 20,000 بوسه بدل ما نقرا على روحكم، 20,000 فاتحه بالصلاه على النبي، وبرده العقد شريعه المتعاقدين يا حاجه. اترزق هنا. انا مش فاهمه انتوا مسكتوني ليه، انا عملت لكم ايه؟ انا كنت رايحه اشوف امي مش رايحه اتفسح يعني. اكتمي يا بنت بدل ما قدرك. هو في تكدير اكتر من اللي انتوا عاملينها فيا دي؟ حابسيني في زنزانه لوحدي ليه؟ انا عملت ايه؟ هو انا ناقصه واحده يعني؟ انا عملت كل ده عشان اروح اشوفها. عشان تتلمي وتتربي. بقول لك ايه يا بنت؟ ايه الفلوس دي كلها اللي لقوها معاكي لما مسكوكي؟ دي الفلوس اللي كنت هشتري لها بيها كرسي بعجل. امي غلبانه ما بتتحركش راقده بقالها 7 سنين وجسمها كله داب. كاتك القرف. وانا كنت عايزه اجيب لها كرسي عشان ما حدش يجي يقول لي كاتك القرف دي. وكنت سارقاه منين يا اختي يا حلي امي؟ مش مهم، المهم دلوقتي اني عايزه اشوف امي وعايزه اطلع من هنا. مش هتطلعي من هنا ولا تتعبي نفسك وتروحي لامك، انا هجيبها لك لحد عندك اهي. ايه ده؟ دي صورة امي. انتوا جبتها منين؟ ما هي صورة امك دي يا روح امك، هي اللي جابتك هنا. كفو القرف. سامحيني يا امي. ياه ده الدنيا هنا حلوة قوي، مناظر جميلة. منها تغيري جو يا ستي ومنها نشتغل. ياه انتي انقذتيني يا مدام ليلى، ده انا كنت خلاص هطق هموت. عارفة يا توحة انتي عاملة زي الطير، ما ينفعش يتحبس في قفص، لازم يطير ويرفرف. يا فاهمني انت، يا فاهمني. من أول لحظة شفتك فيها قلت أبدا مش دي اللي تقعد في مشغل وتطرز جلاليب. بجد انت انقذتيني، انا كنت خلاص على شعري هطق وهموت من اللي انا فيه. خلاص يا ستي جنني براحتك، هنا الخواجات اصلا يجيبوا جنان رسمي، عايشين الحياه وكانهم في رحله على طول. تعرفي هم اللي عايشين بجد مش احنا. صح. يلا يلا تعالي. يلا تعالي ننبسط. ايه يا حماده مش تعزمني على حاجه؟ ايه اللي انت يا باكي؟ انت المنجود؟ اتفضل يا حبيبي. كاس اهو. لا لا ايه ده، ايه ده؟ هو عصير قصب؟ ده كوكتيل محترم. بق. وانا يا حماده مش هتعزمني على حاجه انا كمان؟ لا طبعا، ازاي بقى؟ هات يا ابني الكوكتيل التاني. بس ده بقى لازم تشدي سطر كوك الاول وبعد كده تشربيه. تطلع القمر وما ترجعيش تاني. وانت مش هتطلع معايا؟ لا انا هناك بقى مستنيك. انا اطلعي بقى. مساء الخير. اوبا شوشو. ازيك يا حماده؟ انت فين يا ستي وحشاني؟ رحت لك النادي كذا مره وما لقيتكيش. هو انت ما عرفتش اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استنى. مش دياب بيه والست هاني متقبض عليهم؟ والست؟ اه انا قلت بس اهدى يومين كده لحد ما الجو يهدى ويروق وبعدين اشوف الدنيا ماشيه ازاي. طب وطلعوا ولا لسه؟ يطلعوا فين يا معلم؟ شكلهم كده مطولين يومين ثلاثة 10 سنين زي ما تحب تعد. المهم انا بشتغل مع ناس تانية دلوقتي بيجيبوا لي حاجات حلوه قوي، قلت اجي لك اشوف الحاجه تلزمك ولا لا. تلزمني طبعا. معاكي قد ايه؟ 6 فرشات. لا لا كتير فحل، انا ممكن اخد فرشين وكمان اسبوع كده اخد فرشين كمان. طب اقول لك انا عدي عليك يوم الاثنين تديني الفلوس وانا اجيب لك الحاجه. بصي 4 ايام فلوس تبقى جاهزه واقول لك على العنوان تجيبهم لي فيه، بس اهم حاجه قبل يوم الثلاث عندي حفله جامده جدا. خلاص احنا على اتفاقنا يوم الاثنين اكون عندك، انت بس تديني الميعاد وتديني المكان فين واجي لك هوا يوم الثلاث والحاجه تبقى عندك. قشطه. تمام. اشد انا بقى. لا تشد ايه، تعالى اشربي حاجه. يبقى لي عندك يا حماده. سلام. سلام يا شوش. اه نرجع بقى ايه لموضوع الفضاء. داكور، جو فير سا تو دو سويت. داكور. وليد، يا وليد. ايوه مدام ليلى. الناس مبسوطين جدا، مش عايزين يروحوا، بيفكروا يعني يبيتوا في الخيام. يا سلام، انت لو تحبي تبيتيهم اسبوع انا تحت امرك. خلاص يا خواجه، هعتبره حصل. الجروب المره دي لذيذ جدا، مخلي السفاري تحفه. جروب ايه بس يا مدام؟ ده مش الجروب بس، ده اللي مع الجروب كمان. بس انا زعلان منك قوي يا مدام ليلى. ليه؟ يعني نبقى مع بعض من اول اليوم وهنبيت. وما نتعرفش. دي يا سيدي توحة المساعدة الجديدة بتاعتي. اتفضلي يا توحة. توحة. انت ذوقك اتغير قوي مع المساعدين بتوعك قوي يا مدام ليلى. وده ايه ده ان شاء الله؟ اشتغالات دي ولا ايه؟ ايه ده ايه ده؟ واحنا هنخربش من اولها ولا ايه؟ لا
نخربش ليه ابو ده الحصان يا حليوة انت؟ يا سلام، ايه ده يا مدام ليلى؟ مش انت اللي جريت شكلها؟ اتفضل يا سيدي. عليا النعمة، عليا النعمة، ده مجرد اعجاب بريء. حش يا مدام ليلى، بيقول كلام قديم قوي عفى عليه الزمن. عليا النعمة، انت ظلماني قوي قوي قوي. بقول لك ايه يا وليد، سيبها في حالها ماشي. ما تقومي اوريكي حاجه عمرك ما شفتيها قبل كده. حاجه ايه اللي عمري ما شفتها؟ انا شفت كل حاجه في الدنيا، هتوريني ايه يعني؟ متهيألك انت لسه ما شفتيش حاجه مهمه جدا. انا هوريكي السما والنجوم. السما والنجوم؟ ما كل الناس بتشوف السما والنجوم، هتوريني ايه يعني؟ انا هوريكي حاجه مختلفه. مش جايبه معاكي صح؟ لا. انت ايه اللي جابك هنا؟ النصيب، اتجوزت عجوه وجيت عشت هنا. ومبسوطه معاك؟ يعني لا مبسوطه ولا مش مبسوطه، عايشه والسلام. وقبل ما تيجي هنا كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في مصر مع ناس قرايبي. انا كمان كنت عايش في اسكندريه. وايه اللي جابك هنا بقى؟ الشغل، اكل العيش. غمضت عينيا فتحت عينيا لقيت نفسي هنا في الواحه مع مدام ليلى. اهو بضيع وقت وباكل عيش. وبتتسلى ازاي بقى؟ مفيش، النهارده مع السياح، بكره مع شويه اصدقاء، سفاري، رحله، فسحه، خروجه، اهو بجدد. تلاقيك بقى مقضيها مع البنات الخواجات صح؟ والله انت ظلمانه. طب وبعدين؟ وبعدين معاك انت. وبعدين معاك انت. بقول لك ايه؟ انتي ما بتفكريش يبقى ليكي اصدقاء؟ اصدقاء ايه؟ بقولك ما بعرفش اخرج من البيت غير بالعافيه، ده يا دوب اكسبني اروح اشتغل عند ليلى في المشغل. ما هو ده الادعى، ان انتي يبقى ليكي اصدقاء، تشوفي اماكن جديده، تتعرفي على ناس جديده. ماشي، ايدي على كتفك، بس هعمل كده ازاي؟ هخرج ازاي من البيت؟ زي الناس، تقولي له ان مدام ليلى بتطلب منك طلبيات كتيره وبالتالي لازم تتاخري. ساعتها بقى هنخرج وافسحك ونتغدى ونتعشى. دوحة. نعم. صدقيني انتي محتاجة الوليد ووليد محتاجك. ماشي ماشي يا وليد، اما نشوف. يا بركة دعك يا امي. يلا بقى. يلا. يخرب عقلك يا وليد. طب تصدق بالله انا من ساعه ما جيت المكان ده ما ضحكتش، اول مره اضحك من قلب. مش انا قلت لك لما تعرفي وليد مش هتندمي؟ الزهر كده. اقول لك ايه، ما تيجي نخرج بكره. اخرج بكره؟ طب وهقول ايه العجوه بقى؟ قولي له اي حاجه، قولي له ان مدام ليلى محتاجاكي في شغل، قولي له انها طالبه منك انك تبقي موجوده في المشغل طول الوقت. وده بقى ما بقاش كذب؟ دي كذبه بيضة، كذبه كده بسيطه وهتعدي. ماشي، بس انت هتخرجني توديني فين؟ هو في حته هنا تتراح؟ انا هوديكي اماكن عمرك ما كنتي تحلمي تروحيها. انا عايزك بس تحلمي وانا احقق لك حلمك. انت واد كلامك حلو وعجبني، بس شكلك كده بكاش. انت والله ظلماني، انا شكلي باين عليا اتكعبلت ولا ايه؟ كعبلت؟ ده ايه الكذب ده؟ والله انا ما بكتب، انا من ساعه ما شفتك يا توحه وانا مش قادره اتلم على نفسي. حبيتني بسرعه كده يعني؟ انا ما بعرفش انام. ده انت لسه ما مني ما بقالكش ساعه، ما بتعرفش تنام فين وانت واقف. قصدي مش هعرف انام بعد كده. ماشي ماشي يا وليد. هو انت ما بتؤمنيش بالحب من اول نظره؟ ايه الكلام ده؟ انا سمعت الكلام ده في السيما قبل كده. ايه الحب من اول نظره ده؟ زي بتاع الاستاذه الخاليه كده. مش عارف انت بتتريق عليا ليه يا توحه. والله العظيم والله العظيم انا مستعد اسيب كل الدنيا وافضل معاكي لوحدك. والنبي يا واد كلامك حلو، بس تعرف انا هسميك بعد كده وليد اشتغالات. اشتغالات اشتغالات، بس افضل جنبك.
طب يلا بقى لحسن انا اتاخرت خالص، يلا احسن يستعوقوني في البيت. يلا. حياتي، بس براوي عليك ان انت جيت في الوقت المناسب. شفتي اي خدمه؟ شفت الراجل وهو بيدينا العقد عينيه كانت عامله ازاي؟ قال الراجل خايف نعمل له محضر تحرش، هو هيتحرش بيا انا. كان شكله مسخره، كان هيروح فيها. علشان تعرف الشوشو حبيبتك ممكن تعمل لك ايه، هي الوحيده بس اللي بتخاف على مصلحتك. طب هاتي بقى العقد ده خليه معايا، اجمعه مع بقيه العقود ويبقوا معايا كلهم. لا يا روحي، عقد ايه اللي يبقى معاك؟ انا خليه معايا انا. امك طيبه قوي وودانها كبيره وبتسمع كل الناس، حد من الجيران يتكلم معاها يلقط منها العقد وكل مجهودنا ده يروح على بلاش. طب واستاذ بسيوني هتعملي معاه ايه؟ ده عايز 20,000 جنيه. ما تقلقش، بالكتير كده اسبوع وال20 باكو يبقوا معاه. ايه ده، هتجيبيهم منين انت؟ بتحوشي من ورايا؟ اخص عليك يا موني، دي كلمه تقولها لي برضك، ما انت عارف هي شوشو بتاعتك بتغلب في حاجه. بقول لك ايه، احنا نقضيها رغي، مش جبنا العقد مش هنحتفل؟ نحتفل طبعا. تحبوا ايه؟ هو ايه؟ لونه يعني؟ ايوه اللي هو ايه؟ هو اهدى قميص النوم يا موني. بصي انتي بيليق عليكي الالوان اللي هي ايه بتاعت الفاكهه، يعني البطيخي الشمام الحاجات دي. بصي شوفي لنا حاجه حلوه كده. حلوه كده ماشي، مادام الوان وفاكهه. اسالك سؤال بقى، خدت 3 معالق من برطمان العسل؟ ده انا سفيت البرطمان كله. مادام سفيته يبقى احنا لازم نحتفل. يوه. عارف هنحتفل بايه؟ ايه؟ ال ب تشي خي. قول ورايا. ال ب تشي خي. ايوه يا ماني. ال ب تشي خي. ال ب تشي خي. ال ب تشي خي. والبلبل غنى على ورق الفولة، وحبيبي غنى على ورق الفولة. بنت يا هنا. ايوه يا اختي. ازيك يا بنت، عامله ايه؟ الحمد لله. وعيالك عاملين ايه؟ بيبوسوا ايدك يا اختي الحمد لله. كويسين؟ ماشيين في المدرسه كويس يا اختي؟ الحمد لله على كل حال، بس الواد منيل على عينه وصايع، والبت يا اختي مش عايزه تتنيل على عينها تروح مدارس. خد جاي بالك من عيالك يا هنا، العيال كده تبوظ منك يا اختي. ربنا يسترها يا اختي. هعمل ايه؟ قولي لي، جوزك لسه مسجون؟ ادعي له يا اختي يفك سجنه. مش عارفه يا اختي حبسته المره دي طولت كده ليه، هو كان عمل ايه يعني؟ يا اختي انا عارفه، ربنا يسترها معايا يا رب ويفك سجنه. يا رب يا اختي على الجميع. انت ماسكه الجردل ده وراحه فين؟ في حد يا هبله بيمسح بالليل يا اختي؟ يا بنت المسيح بالليل بيجيب الفقر. ما كنتش همسح يا اختي، ده انا كنت هركنه بس وانزل اشوف لي العيال لقمه. حظك في رجليكي طول عمرك يا بنت. يا شيخ انا عامله طبيخ ايه؟ ومليان زفر، لفي لفي تاكلي. اكل ايه؟ لا يا اختي العيال. العيال؟ ما انا هبعت للعيال كمان. صحيح هتبعتي للعيال معايا؟ مالك يا بت، ده انا طول عمري خيري عليك. لف يا بت. يا اختي دايما. حاضر هلف. يا مفجوعه يا اختي، هي زمدت كده ليه؟ لا انا عايزه اركب تكييف، مش قادره. بت يا هنا، خدي يا حبيبتي بالهنا والشفا، دي فراخ بلدي. يا اختي كلي. بقول لك يا بت يا هنا. قولي يا اختي. يعني المعلم التخن ده لو انا طلبت منه بضاعه هيديني؟ بصي يا اختي، البكا على راس الميت. راس ميت ايه وحي ايه يا بت؟ ما تكلميني عربي فهميني. ما بكلمك عربي اهو، يعني هتدفعي هيديك، ما تدفعيش يبقى ما فيش. بخ. كلي يا بت كلي، خدي الحته دي. ناكي شكلك هفتنه والنبي بتشقي. او النبي يا اختي. بقول لك ايه يا بت قونا، قول. ما ينفعش يعني انت تكلمه لي كده وتتوسطي لي عنده وتقولي له ان انا هاخد منه البضاعه واول ما اصرفها هجيب له الفلوس دغري. ما تردي يا بت. ايه يا اختي؟ مش بفكر. فكرتي؟ ايوه. بصي يا اختي، هو ممكن هكلمهولك وممكن تروحي له النهارده بالليل، بس انا مش هاجي معاكي عشان انا عندي شغل النهارده بالليل. خلاص يا اختي، لا انزلي انت وشوفي رزق عيالك، وانا هبقى اخلص مشوار كده على السريع وهبقى اروح له بالليل. ماشي يا اختي، ربنا يسهل لك الحال. الله يخليك. كل يا بنت، ده الاكل معمول بالسمنه البلدي. يدوم يا اختي يدوم. هلم لك الاكل ده في كيسه سمراء وانت ماشيه. يسعدك. تسلمي لي يا روح. تسلمي لي يا اختي. خدي بطاطس. حاضر. قربي يا بنت انت وهي هنا. قربي. العنبر ده مش هيتفتح ليكوا خالص ولا هتخرجوا منه، كلكوا هتتكدروا. طب فانيلا هربت، احنا ذنبنا ايه؟ بيقول لك فانيلا كانت بترش رشه جريئه. طب وهي جابت الفلوس دي كلها منين؟ حد عارف؟
يا بنت الكلب يا فانيلا، سرقت كل الفلوس الواطية. راح فين يا بيت؟ يا اختي وضل بيطلع الساعة كم ان شاء الله؟ طيب بدل ما مزع لك وش يا اخويا. لا تمزع ولا تقطع، انا اشجان وجال المعلم التخن من طرف اونا. تخن مين يا بنت وانا مين؟ يا اخويا ما تخافش، جاي من طرف البنت وانا مراجيح اللي ساكنه جنب علي اللبان. شلبيه ايوه، خد البنت دي فتشيها ولو لقيتيها نظيفه وديها للمعلم. فتشيني يا اختي وانا رايحه المطار. بسم الله. قلت لي مين؟ البنت وانا مراجيح. وانا مراجيح يا معلم اللي ساكنه جنب الواد علي اللبان. مش هي كلمتك عليا وقالت لك يعني ان انا عايزه بضاعه واول ما اصرفها هجيب لك الفلوس وانت قلت لها هاجي يعني؟ وانت عايزه بقى ايه يا صاحبتها؟ عايزه ايه يعني يا سيد المعلمين كلك نظر؟ عايزه ابقى واحده من رجالتك يعني. انت مين اللي بعتك يا بنت؟ اختل رحمه امي لحد بقى. ما انت هتنطقي يا اما خلي اللي حوالين منك دول ياكلوا لحمك ومصمصوا عضمك ويدفنوكي مكانك مطرح ما انت واقفه. انت يا بت ايه يا سيدي المعلمين؟ انت شايفني بت غشيمه ولا ايه؟ هاجي يعني ارمي نفسك في عشكوا كده وفي وسط رجالتك وابقى ناويه نيه غدر يعني؟ انت مين اللي بعتك؟ انا هرسيك الحوار. اصل انا لا مؤاخذه يعني اتطلقت، مني لا مؤاخذه جوزي ما بيخلفش يعني، فسبت له البيت ومشيت ولما رجعت لقيته طفش. حتى اسال البت تكون عارفه كل حاجه يعني. وبيني وبينك يعني يا معلم ما لقيتش شغلانه تعمل لي قرشين حلوين غير الشغلانه دي، والله العظيم هي دي كل الحقيقه. طب وانت هتدوريها ازاي وانت اصلا جديده على الكار؟ لا انا مش جديده، دي مش اول مره. اصل انا لا مؤاخذه يعني جوزي كان برشامجي فكان بيخليني ادورها معاه يعني. جوزك مين؟ انا كنت مرات الواد سعيد رزة مبيض المحاره. بس انا اعرف ان هو ملوش غير في البرشام. هو كان برشامجي، بس كان بيخلينا ندورها كده لقمه عيش يعني في الدره كده على الخفيف. انت عارفه اللي بيغدر بينا بنعمل فيه ايه؟ وعليا النعمه من نعمه ربي يا معلم. عايز اعرف، انا مش جايه في نيه الغدر، انا بقلب لقمه عيشي ولما اشتغل معاك يا معلم هتعرف مين هي اشجان. هتديني بضاعه ولا ايه؟ مش هيخرجوها دلوقتي خالص. يخرجوا مين؟ ده كويس انهم فكوا عندنا وخرجونا النهارده. مع اني فانيلا مفتريه وقويه وبنت 60 في 70 بس صعبان عليا برضه حبسها في الانفرادي الفتره دي كلها. انت فاكره البت سعاد مساحات اللي كانت كل شويه تروح الحبس الانفرادي وتقطع عروق ايديها علشان ياخدوها المستشفى؟ فاكراها؟ ازيك يا ست سهى؟ اهلا يا اختي. هو صحيح اللي انا بسمعه ده يا ست سرور؟ كلام ايه يا بت؟ السيره بقت متنطوره هنا. سيره ايه اللي متنطوره؟ بيقولوا يعني ان انت ناويه تقتلي البت فانيلا. وانت مال اهلك؟ كانت من بقيه اهلك دي ولا ايه؟ بس هي عملت ايه؟ الله، عملت ايه؟ انت ما تعرفيش يا بنت انها سرقتني قبل ما تهرب. ايوه يا ست سرور، بس البنت غلبان، انت اللي مربياها بدراعك اليمين، مش معقول يعني عشان سرقت تتقتل. صعبانه عليك يا حبيبتي، خلاص تعالي اتقتلي معاها. يا ست سرور خلي قلبك حنين، البنت زي ما قلت لي غلبانه وكانت دراعك اليمين، يعني هتكون عملت ايه بس؟ عندك حق، البت دي هربت من السجن وهي معاها فلوس كتيره قوي. تفتكري بقى ده هيعدي على المأمور كده بالساهل؟ ها؟ اي نعم هو عارف ان في حاجات بتتهرب جوه السجن، بس مش دي اللي تعمل الفلوس دي كلها يا حبيبتي. وغير كده الناس بقت خايفه تهرب اي حاجه جوه السجن، يعني قطع ارزاق. قولي لي بقى يا حلوه، لو انت مكاني هتعملي ايه يا اخه؟ ايوه يا ست سرور، بس البنت فانيلا مش هتنطق، مش هتفتح بقها على ضمانتي صدقيني. ممكن، بس هتحاول تهرب تاني عشان تروح تشوف امها، وحتى لو ما اتكلمتش قطع ارزاق تاني. فهمت يا ست وزه ولا فاهم تاني؟ بقولك ايه يا بت،
حسك عينك حد يعرف باللي بيحصل ده، واوعي عقلك يقولك أبلغ عشان ألحق فانيلا. حبيبتي السجن هنا كله حرامية ورزقهم معايا، وربنا ما يجعلك من قطعين الأرزاق يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ مفيش. مفيش ايه؟ انتي مضروبه بالقلم والقلم معلم على وشك. ما قلتلك مفيش. خناقه عاديه يعني، اتنين نسوان كده مالهمش اي 30 لازمه قابلتهم في الكوافير، شدنا مع بعض والموضوع خلص يعني ما فيهوش رغي. المهم قولي، روح تلبسوني مرات ولا اروح لهم انا بكره؟ روح تلبسوني، واتفقت معاهم على 20,000 جنيه ومستنيين الفلوس بكره. ماشي، بكره تبقى عندهم الفلوس. مش هتقولي لي برضه هتجيبي الفلوس منين؟ ايه يا اخي؟ هو انت ليك اكل ولا بحلقه؟ قلنا الفلوس هتبقى موجوده بكره، خلصنا بقى. وبعدين سيبني عشان عندي صداع. طيب انا هحضر لك كشف باسماء السكان عشان تشوفي هتعملي معاهم ايه. البعيد ما بيفهمش. انت ما بتفهمش. عندي صداع، عايزه انام، اطلع بره. حاضر يا حبيبتي، انا اسف، ما تزعليش. يا شيخ قول كده. هشجين. ايوه يا ام. ايوه، هما قالوا لك هعمل العمليه امتى يا بنتي؟ خلاص يا ام، انا الدكتور طمني والله، وقال لي ان شاء الله اول ما يجي علينا الدور هتدخلي وتعملي العمليه على طول. كل حاجه بالدور، هدخل المستشفى بالدور، هغسل الكلى بالدور، هصرف العلاج بالدور، حتى الموت كمان بالدور. انا حاسه ان دوري دلوقتي يا بنت. لا اله الا الله، ايه يا ما اللي انت بتقوليه ده؟ ده انا بقول لك الدكتور طمني وقال لي ان انت زي الفل. والله العظيم يا ما انا لو معايا فلوس كنت اخدتك احسن مستشفى، بس انت عارفه العين بصيره والايد قصيره. يا رب خلي بالك من نفسك يا اشجان. يا سلام يا اختي، حسك بالدنيا، امال انت قاعده بتعملي ايه؟ تاخدي بالك مني، ما بلاش الكلام ملوش لازمه ده. عايزه اطمن عليكي قبل ما اموت يا بنت. بعد الشر ان شاء الله تطمني عليا ونبقى زي الفل. اسمعيني اسمعيني بس يا اشجان، ما توجعيش قلبي يا بنتي. سلامه قلبك يا امه، والنبي ما توجعي انت قلبي. عليكي بقى، ايه لازمته الكلام ده؟ ما تخافيش، انا مش حاسه بحاجه. عارفه انا حلمت بايه النهارده؟ خير، اللهم اجعله خير يا اختي. احكي لي. ابوك كان بينادي عليا، شفته كان بينادي عليا. يا اشجان الله يرحمه ياما، الله يرحمه ويحسن اليه. ايه لازمته الكلام والاحلام؟ بقول لك ايه، سيبك بلا احلام بلا بتاع، عارفه جايبه لك النهارده؟ جايبه لك نص فرخه بحالها، ولاد الهرمه تحت على الباب ما كانوش عايزين يطلعوني، بس عملت لهم فيها مجنونه وجبتها لك برضك. سيبك من الاكل دلوقتي يا اشجان، سيبيني اخلص الكلمتين اللي عايزه اقولهم لك يا بنتي. ايه ياما فيكي ايه بس ياما؟ اجيب لك الدكتور؟ لا تقولي له انت فيكي ايه طيب؟ طب في ايه؟ وعديني يا اشجان، خلي بالك من نفسك يا بنتي، وعديني، خلي عيدك في وسط راسك. الدنيا قاسيه قوي يا اشجان، مش عايزه اموت وانا خايفه عليك يا بنتي، عايزه اطمن عليك يا اشجان. يا اختي بعد الشر عنك، ايه اللي انت بتقوليه؟ ياما ده هما يومين هنعدهم على صوابع ايدينا وتعملي العمليه وتبقي زي الفل. قولي لي ياما، اجيب لك الدكتور؟ طب انت عايزه تقولي له حاجه؟ ايه ياما؟ ياما ايه انتي يا دكتور؟ يا دكتور يا دكتور الحقني والنبي، تعالى بسرعه تعالى. شوف هدي كانت بتكلمني دلوقتي، كانت بتكلمني، اكشف عليها كده، شوف مالها، اغمى عليها. ها اغمى عليها. طب شوفها والنبي يا دكتور، والنبي شوفها مالها. ايه هي كويسه؟ ما ترد عليا، رد عليا. بقى في حياه مين؟ ايه يا دكتور؟ لا اكشف عليها تاني، والنبي يا شيخ تكشف عليها تاني، اكشف عليها تاني يا شيخ خاطري. ايه يا فهدي؟ شد حيلي. شد حيلي؟ في ايه؟ ايه؟ طب استنى استنى انت، يما والنبي ردي عليا.
بتحكد عليكي، انا اللي كنت بتحكد عليكي مش انتي. يا امي والنبي، امي والنبي، يلا امي نروح لمستشفى تانية. طب نروح بيتنا، امي نروح بيتنا. بوسي ايدك يا لعنة ابو الفار، يا لعنة ابو الفار، يا لعنة ابو الفار. مش هرحم حد يما، مش هرحم حد بعد موتك. والنبي يا امي، والنبي يا امي. يا دنيا اللي بتعمل كده الليل، الليل يا دنيا، أمنتك أمانة للزمن، ما تبانيش ما تبانيش ما تبانيش من غير تمن يا دنيا. مجنونة بألف وش، طعمها شطة ومش، طعمها حلو وحادق، خلطة بهاراتها فريش. مجنونة بألف وش، طعمها شطة ومش، طعمها حلو وحادق، خلطة بهاراتها فريش. بتلعبك لما تجيلها وتجنك من عمايلها، وتخليك مش على you.